ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. يا بابا يا كفتة، كلمتوا لك المدير وقلت ابني كفتة بيمسك مكاني اليوم وأنت قد المسؤولية. الله الله بالأمانة، الله الله بالنظام، تطبقوا على كل الطلاب بالتساوي عشان إذا توفيتوا يا بابا تكمل مسيرة العملية. هذا حلمي يا أبويا. حلمك يا رم أمور. حلمي أني أكمل مسيرتك. أهلا أهلا بحضرة المدير. على كفتة. اسمعي يا كفتة، أبيك تصير مثل أبوك بالضبط، تبيض الوجه، فاهم؟ أبيك أمين، أبيك حازم، أبيك ذكي، كلها موجودة فيني، طال عمرك. كف. وقف وقف، في أي صف أنت تدرس؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي، وهذا شنبك، أنت كبير. هيا هيا روح ثالث ثانوي، هيا. ثالث ثانوي، أوكي. يلا يا ولد ادخل. هيا وقف، افتح الشنطة ولا تقاوم. ليش انا شنو مسوي؟ اقول لك افتح الشنطة ولا تقاوم. هيا ايش هذا؟ اعترف. ساندوتش جبن. ساندوتش جبن. هيا هيا روح ولا تعودها. هيا. شنو ما تعودها؟ شنو مسوي؟ اقول لك ادخل روح ولا ترى بمنعك من دخول المدرسه. هيا. الله عاد كفتة، وش عندك هنا؟ انا مغطي مكان ابويا، معكم ممنوعات. سبها سبها، سوي تفتيش المطار انت وجهك. اسكت، لا امسك على اذنك الحين. لا لا احد ابوي، لا تمس ولا شيء. ايه احنا اخويانك. اخوياني ولا اعدائي؟ النظام نظام. اقول لك خليك على جنب لين افضالكم، ممنوع تدخلوا. ايه ورع انت، ورق قربت علينا. انا ورع؟ هذا قذف يا عامر، راح ارفع فيك شكوى. لا لا اسمع اسمع خلي علي. يا كفته يا قلبي ويا عمري ويا روحي، مشها يا ابن الحلال عشاني هالمرة. وأنا آسف، أعتذر لك يا كفتة، زعلت مني أعتذر لك، بس تكفى الحصة الأولى كيمياء وأحبها ودي أحضرها. لا تبكي يا عامر، أنا مسامحك. هيا هيا أدخل أدخل أنت وهو. يلا هيا. سرعة التفاعل الكيميائي إيش نقصد فيها؟ نقصد فيها أنه لكل تفاعل كيميائي سرعة محددة، نقدر نزودها وننقصها حسب الظروف. أرفع يد قبل لا تجاوب. بعدين أنت ملاحظ دائما تقاطعني قدام زملائك الطلاب، عيب عليك. ايش رايك تجي بمكاني واروح مكانك؟ نادر انك فاهم كيمياء. ما اقصد يا استاذ، بس الكيمياء لعبتي واحبها، وعندي موضوع بسيط ابيك تخدمني فيه. اي موضوع ما يخص ماده الكيمياء تعالي بعد الحصه، خلنا نكمل الشرح لزملائك. يا استاذ الموضوع يخص ماده الكيمياء بس انت هد واسمعني، ابيك توديني المختبر، عندي تجربه واثق من نجاحها من زمان. اختراع ايش؟ اختراع محلول يحول الورق الى قماش. الموضوع دارسه يا استاذ ومدركه، بس احتاج تطبيق علمي. تكفي يا عامر بن حيان. عامر بن حيان قوي يا والله يا استاذ، من زود الحماس بيصير عالم خوينا. بس انت وياه، اقطع الصوت خلينا نكمل الدرس. نزل معنا المسح اليوم العالم عامر بن الحيان براسه. اقول دزها انت ويانا يقوم البوكس الحين. عالم رحيم ضربات، عالم طرق عن خشمك، تفهم ولا ما تفهم؟ تعاقب تعاقب انت. تعال يا ابوي اهدى، سيبك منهم. معلك منهم يا عامر، حرام توسخ يدينك على المبزره، تفهمهم بس. اي أيوة والله صادق. اسكت يا طالب انت ويا. خافوا مني، المسؤوليه صعبه،
التجربة دي مسكت براسي، مسويها يعني مسويها يا عيال. كفو عليك يا عامر. أقول هد ها؟ وين بتسويها يعني؟ مثلا في بيتكم؟ يا ابن الحلال يبغى لها مختبر، يبغى لها معدات، صمها وأنا أخوك ها؟ أقول صمها أنت بس، وش اللي معدات؟ توظف موتر أنت؟ اسمها أدوات مختبرية. يا ابن الحلال وش دراني؟ أنا أكره مادة عندي في ذا الدنيا ذا الكيمياء، ما أدري وش اللي حببك فيها أصلا. مو بشغلك، أوكي؟ يا عيال، الحل عندي. تعالوا معايا. عمي كفتة في آخر الليل كده ما في أي مخلوق، أفتح لنا باب المدرسة وروح. لا لا لا، هذه خيانة للأمانة، النظام نظام. أما عام خلوا علم يا عيال، كفتة واللي يسدد عنك قطة الاستراحة لمدة سنة. ساعة كم تبغوا؟ أثري سهل يا حبيبي، لعبة الكيمياء وكفتة مشينا. يا عيال دسبها، شكله سحب علينا. فال الله ولا فالك، قول خير. دلخ انت ساعة عشان تفتح الباب. اقول لك احترم نفسك ولا بمنعك من دخول المدرسة بكرة. عمي كفتة ما هم مشكلة، دخلني الحين وبكرة لا تدخلني. هي هي سكر الباب. تبغون تروحون غرفة المدرسين؟ فيها ثلاجة مليانة أكل، جيب، بيض، تونة، مربى، كل شيء. أنا من يوم ما شفت عيال أقول جبن، بيض، أقول أمشي قدامي، أمشي قدامي يا ورع. مقفل والمفاتيح معايا. طيب يا كفتة يا حبيبي أدينا المفتاح. يا أبوي مفاتيح مدارس الرياض كلها ذي. طيب كفتة حبيبي تعرف مفتاح المختبر من ذولي؟ أيوة. وينه؟ من ضمن هذه المفاتيح. يا عيال ما في وقت، خلونا نجرب واحد واحد إلين ما نلقاه. يلا المفتاح. أقول نأجل الموضوع إلينا الفقي ده يجيب المفتاح. ما أنا طالع من هنا إلين ما خلص التجربة. لو أكسر الباب يا خبي أنت وياه. طلع الباب مفتوح. وش قاعد تكتب أنت؟ المعادلة الكيميائية. يلا عيال مشينا الحين نطبقها. بسم الله الرحمن أبوي. الساعة 6 الصباح ما خلصنا من اختراعك الخردة، الطلاب حييجوا. يا حيال اصبروا، خمس دقايق وتكون النتيجة جاهزة وندخل التاريخ كلنا. أنا لا تحطون اسمي معاكم، لأنه أبوي لو عرف إني أنا اللي دخلتكم المختبر راح يضربني. وكفاية يا عامر إنك تدفع الإيجار حق الاستراحة لمدة سنة قدام. وكل يوم تضربيني على أي شيء، ترى هذه مهم حياة. المدير المدير طلعنا برا. يا عيال ما بقى شيء على الاختراع، وراكم انتم. طز في الاختراع، بنروح فيها لو اتفسكنا. يا عيال زبلنا. هيا هيا. ليه حياتي ليه كذا؟ ليه ما عاد خليتي لي قيمه؟ تمديني يدك علي قدام عيالي؟ حرام عليك،
حتى قدام الشغالة ضربتي ليه؟ مسوي قدامنا قوي قدام زوجته دجاجة. كفتة الحين في باب ثاني غير ذاك الباب؟ ياوة بس مقفل ومفتاح ومعايا. لا لا لا، إذا على مفاتيحك ذي أسلم نفسي ولا أدور فيها. خلاص يا حياتي خلاص خلاص، أنا برجع بس بشرط ما تمدين يدك علي مرة ثانية. خلاص؟ لا لا قولي وعد احلفي. خلاص طيب يلا مع السلامة حياتي. هلا حبيبتي. قلبي لا، انت رجعتي في كلامك مرة ثانية. لا لا كذا خلاص، ماني براجع البيت ويمكن انوم في المدرسة بعد. لا يلا يلا مع السلامة. ياوا هذول منهم؟ هذول اخواني. وانت من انت؟ كفته. يا كفته هد اخوانك خلهم يهدون. هيا هيا اهدوا اهدوا، هيا روحوا، هيا اجلسوا. ابوي يبغاك، يقول ما شافك من امس، وينك يا سرسري؟ اقول لكم يا جماعه خلوكم هنا وانا بروح عند ابويا اشوف ايش يبغى. يا عيال وش العلم الحين؟ يا حبيبي ترى الساعة 6 الحين، خل نفكه قبل ما يجون الطلاب. ما نبغى أطفال وقروشة، خل نمشي. يلا مشينا. مدرسين والطلاب جو يا ابن الحلال. يا ابوي اي مكان نشرب منه. بسيطه، روح من هنا وادخل يمين وبعدين امشي على طول حتلاقي لك باب، ادخل من عنده حتلاقيه سور ممدود كذا، اطلع لفوق وهرب من عنده. كفو كفته يلا يا يلا. هيا ليش جاي بدري؟ هيا لفصلك هيا. يلا صباح خير الشفاعة. يلا باقي ما بدت الحصة الأولى وشاردين. الله يهب لك قنبلة. واحد اثنين ثلاثة أربع، واحد اثنين ثلاثة أربع. نتمرن يا أستاذ نتمرن. إيش التسيب هذا التوية؟ ياوة أقولك هيا انزل التوية. ياوة ما هو 20 سنة 20 سنة وبلا فقط وأنا أخدم في هالمدرسة هذه. ما عمر طالب من الطلاب اللي موجودين عندي فكر أو راودته نفسه أنه ينحاش من المدرسة. أنا اسمي بس يرعب الطلاب والمدرسين على حد سواء. تدروا ايش يسموني؟ يسموني أسد الإدارة. أسد قدامنا وقدام زوجته دجاجة. أقول خلكم واقفين لو سمحتوا برا. رد رد عادي ترى برد. أقول لعلمكم تراني بأستدعي أولياء أموركم للعلم. تفضل. ما لها داعي الشخص يا أستاذ، لا تشخص الموضوع. أقول طلع برا. سم هلا عمري. Thank you.
اختراع محلول يحول الورق الى قماش. شوفت عينكم، شوفت عينكم يا جماعة الخير، شوفوا جايين لا مستعدين للدراسة وأصلاً مو بوجيه دراسة ذولي، لا كتب لا ملابس، هذا لكم قدامكم. أبا يا عامر، كل هذا حصل منك؟ لكن هين هين الوعد عندي في البيت. عشان كده أمس ما جيت البيت ها؟ فتبت يا واد يا داشر. كنا صراحة من ياسر وين كنتوا في امس؟ وين كنتوا؟ احنا كنا في ال في الاستراحة. انا اللي مستغرب يا جماعة الخير ان الثلاثة هذولي من خيرة الطلاب عندي في المدرسة، خاصة عامر ما شاء الله عليه، خصوصا في مادة الكيمياء. لك وش تقول؟ رفقاء السوء والعياذ بالله. اسمع يا استاذ، انتم لكم اللحم وللعظام. والله انا اقول ما دام جو اليوم وجيهم هو بوجيه دراسة ولا هم مستعدين، أنا أقول خذوهم معكم، ثم إذا جاباتر الله يحفظك ويطول في عمرك أنا اللي تصرف من ثاني معه. من صاحب هذا الاكتشاف؟ أنا الحالي طال عمرك، وصدقني هالاختراع هذا ما جاء إلا بعد تعب سنين وسهر وخلها على الله، بس الحمد لله بالنهاية نجحت. وبصراحة يعني أدائك الوظيفي يكاد يكون سيء للأمانة، يعني عليك بعض الملاحظات وبعض التأخيرات، لكن بعد الاكتشاف هذا، الاكتشاف هذا راح يشفع لك عند الإدارة. إلا وين سويته؟ في المختبر طال عمرك، وأنا تواصلت مع الوزارة وبيرسلونا بكرة مندوبين من عندهم علشان يوثقون اختراعي. وقال بكرة بتجي لجنة توثق الاختراع. وش ذا القهر يا عيال؟ دبروني اروح اشتكيه. تشتكي عند مين انت؟ وجهك وانت طابب في المدرسه ومسوي فيها مخترع، تبي تنكب نفسك وتنكبنا؟ طيب الحين وش الصوت؟ والله قهر، والله قهر. لا تبكي، لا تبكي يا عامر. ما بكيت انا يا درج، اصلا مو بانا اللي ابكي عشان اختراع. لا تكابر وامسك نفسك، خليك راجل، الحل عندي. وهذا اللي حصل مع عامر وشكر شو ياسر. تبغى الدليل؟ ارجع للكاميرا. انا بمشي على كلامك، لكن إذا طلع كلامك هذا مو بصحيح يا ويلك يا ويلك يا سواد ليلك، لأنهم بيدخلون في مشكلة كبيرة وبتكون أنت السبب. متأكد من كلامي 100%؟ ترى أبويا موصيني إني أعمل بأمانة ولا أكتب على حد. يا شيخ راح أنتوا أمانتك بعرف، ترى نص سندوتشات المقصف اللي للطلاب ترك ماكل أنت أمان. الكاميرات معطلة وما فيه أي دليل على كلامكم. علمكم هذا اتهام خطير لمعلم بسرقة الاختراع، وما راح أمشيها لكم. وراي. قلت تبي الدليل انت وياه. الف الف مبروك، الله يهب لك قنبله بين عيونك يا مخلوق، عقبال ان شاء الله اختراع جديد. الله يخليكم ويطول عمركم، صراحه قاعد تحرجوني انتم، انتم تخلوني بالحاله هذه احاول اخترع اشياء جديده. سهل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هذولي مندوبين الوزاره، يقولون علشان نوثق المادة لازم انك تحضرها قدام. تفضل معنا المختبر.
بصراحة أنا لازم أعيد. لا تعيد ولا تكرر، خلاص عرفنا من هو صاحب هالاكتشاف. تفضل يا عامر. كفو يا ولدي، قواك الله. اقعد يا المخترع، توكم ما شفتوا شيء. انا جاي اشتكي لك على عامر وشكش وياسر. ليه؟ انا بعترف اني انا اللي دخلتهم المدرسة في الليل وساعدتهم في الاختراع، ولكن ما سجلوا اسمي معاهم. يعني جايني تعترف بأنك خالفت النظام؟ أيوة، بس أنا سمعتك تكلم زوجتك اللي تضربك، ولكن ما قلت لحد إلى الحين. يعني تتجسس علي وجاي تهددني بأنك تعلم؟ أوريك أوريك. عبدو يا عبدو، أبغاك تمسك مكاني بدل الخاين، خاين الأمانة هذا. والله الله في النظام تطبق على كل الطلاب بتساوي. ها ياوه.